اهلا وسهلا ومرحباكم، اسمي بن وانا طالب في جامعة انديانا في كلية هاملتون لوغان. انا ايضا طالب في برنامج السيف. هذا السيف انا وزملائي درسنا مع استاذ غوما في نادي الفن الخطي، وخصوصا درسنا النسو رقا. في هذا الفيديو انتم ستشاهد بعض من عملنا في قصيدة. اريد ان اقول شكرا الى استاذ غوما والى برنامج السيف لهذا فرصة. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بكم. فن الخط العربي هو من اقدم الفنون التي تنتمي الى الحضارة الاسلامية، ومنذ نشأتها تطور هذا الفن عبر العصور حتى وصلنا الى هذا الشكل الاخير الذي نعرفه الان. ومن الجميل ان تهتم جامعة انديانا بتعليم هذا الفن لمن يحب من الطلبة في أنشطتها المميزة. شكرا دكتورة إيمان، وشكرا للطلبة على مجهودهم وإنتاجهم المميز. مرحبا، اسمي نفكرن وأنا طالبة في نادي خطة العربي. وفي نادي خطة العربي تعرفنا على تاريخ وأنواع الخطة العربي، وركزنا على خط رقع، وتعلمنا كتابة جمع الحروف العربية في هذا الخط. كمان تعلمنا الشعر العربي وكتابنا الشعر في هذا الفيديو في صفنا الأخير الأسبوع الماضي. هذا الشعر يعني أن أعيشت في أعيش هران، أو مت قا ذا الشجرة وقوافة. وهذا الشعر يعني If you live, live freely, or die like the trees standing up. شكرا جزيلا، مع السلامة.